بسم الله. السلام عليكم خوص، مرحبا بكم معنا مسوق 94. اليوم 24/4/2024، غنبداو مع خرفان كسابي رقم 5 56.5 2825. كدا السوق اليوم؟ السوق زوين والسلعة مليحة، تقدر مغير 60 قال جوج. بالنسبة للثمن؟ الثمن كاين، الثمن زوين، الثمن مناسب، الثمن مناسب. السلام عليكم، ما دايراش والله تسلم. تحياتي لكم كبيرة إخوان من هنا من سوق 94. خليكم معنا إن شاء الله، مازال نتعرفوا على الأسمينة. السوق كدير؟ السوق مزيان، الله يسخر وتبارك الله عليكم. خلينا نسب 63 62 هنا اخوان خروفه وخروف. هذا سالتك على لا خلينا اللي مزكين معاه كسيبه ولا ب10؟ لا يا شريف، النادي 23 هو 52. 23 52 150 درهم هو 53، ياك 53 52 2600 2600 23 52 شحال وي تصور تعبين بقاو واش غيعطيو الدعنا من غيبان من غيبان قال لهم يا بيلي زايدين عندك شنو شهر زايدين تقريبا قبل شهر يمكن شهرين وخليهم شاريهم سالم شحال هذا؟ واصل غيكون عندهم 16 اكواد الفين وميتين درهم هادف مرحبا هاي في التلفزيون واخ اعطينا الثمن. الثمن هادو 50 35 ونص 35 ونص 1775. عطاوك شي رباح مازال؟ عطاونا فيه 4000، قلنا لهم 10000. حلو ولا 36 ونص اللي عاطينك دابا؟ ولا 36 ونص دابا مسالي باقا عندي في الدار. مازال عندك؟ كسيبة ديالك ولا بيع وشاري؟ هادو بيع وشاري، فين باقا عندي خوت في الدار. كسيبة ديالك ولا تما شاري؟ لا شاري كلشي مشترى. سلعة زوينة اللي بغا يكسبها. بغيتي تخلي لهم الرقم ديالك؟ قول 10 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
30 ألف وصافي. 30 ألف باش تبيع. واصلين ولكن هذا وصلات العيد. زوينة هذه العاد أنت فما. 10 أفغان. 10 ومع 10 خناخذ المعلومات باش نعرفوا الدرويش واش غادي تعيد عن حولي. شو واش يهضر معي شوية. ورابي. بغيت ناخذ المعلومات مزيانين فايتات 6 شهور يعيدوا والله مزيان العيد هذا شحال يوصلوا العيد 36 من العيد 37 35 36 هذه سلعه مزيانه اي واحد اخوان عنده شي سلعه بحال هذه اللي قرب العيد ان شاء الله يلوح عليهم كاين حتى مشكل الناس اللي باغا تعيد ولا شي حاجه راه تقدم لعندو بالنسبه للدرويش 35 36 راه مزيان 30 ألف بقى لشهرين سيادي مازال خاي عندك شي حاجه فعلا ولا لا ما بعتيش هادو اليوم ما بعتي وشريتي لي ما الله يجيك في السير خويا الله يسهل عليك الله يسهل عليك حوريات زيات من برا ولا ديال البلاد؟ ديال البلاد زيدات هنا زيدات هنا اييه باقا تسنى الحليب تسنى الحليب شحال اللي عطاوك شحال؟ هنا فيه 96 96 4800 برانيات زيدات هنا أو أطلق 4800 لعطا شحال هادو باعوا دابا صاد 96 حصل واش مزقين فيه هنا في 140 140 7000 و 300 شحال شحال الواحد؟ ولا شي 140 140 400 اي والله يسخر تبارك الله ما شاء الله خذها هذاك عطينا 64 هذه عطاونا 66 هذه عطاونا 52 هذه عطينا 40 قال واحد والرزاق الله هذه 39 1950 زيد هذه 66 لمن هي؟ لا قليل اللي هي 64 64 هذه هذه 52 هذه 52 66 64 40 قال واحد هذوك اللي هي 60 قال زوج فينا 56 هذوك زوج هذوك 12 ها تبارك الله خلاص جعفر انت دير مع الناس انت مومي حول الثانية يا من لا حتى كاسك لا قوه الا بالله شديلي شديلي هذا ما غيري لك لي كاين يا جماعه والله زي هامي دوخ كيقولوا واعره انت دير لك اللي كاين اللي واعر هو باغي دوك واعرين وحده 2900 وفرين 2800 سعيد راه سعيد ليا حيد دورة فين واش ضيق عندك الفصة راه ما فيهم دوريجي سعيد 85 من عطيه وعطينا لي حنا راه محمد يقول لي كتخدم راه رشيد العود عطاني مني ولا الدراري ما بغاوش يجيو عندنا 90 قال لك عطاهم اش تقلب في هذا
بغي دير الفحالي خمسة وثمانين اللي تعطى للدراري 85 هايجي ومصطفى 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 4250 اللي سابت صور مزيان ديال التعليق الصحفي مرحبا ب 250 درهم شحال كنتي دوزتي ليها معاك؟ ديال نهار اثنين في البرشيد. بعثت لي اخويا ب 73 73 وقالوا لي الدراري غلمزينة ولكن ما في الحالة اخوان ما صورتهاش للاسف. تبارك الله هذه تا هي مزيانة. هذه من اللحمة الأخرى بزاف. سلعة ما تتذكروش. لا تفرق لك كيري. تسد العباد الله العظيم انا فين كتفيلمي فين شحال عبد الحق هذه عطينا 92 92 4000 و600 اللي فيها تفاح ها بيضة زينة سنين الحليب وثنين لا سنين الحليب كل سنين الحليب مفيش اثنين مرة سلع لا حاضر الله يسهل لك عبد العاط لا حاضر اسمع زين سير خلينا 66 20 77 88 الله يسهل عبد العاط الله يجيب تيسير سير الله مهم هنا الله يسهل خي عبد المجيد امور هانيه الله يحفظك الله يبارك فيك الله يحفظك الله تبارك الله الله يحفظك يا ياسين تبارك الله عليك السلعه كما تشوفوا اخوان رطبه وصوديه تبارك الله تبارك الله ما شاء الله كل سنة الحليب عاد مزيد ولا كاش حاجة اثنين؟ لا والو كاينش اثنين مرة واحدة كاينش اثنين مرة واحدة كل سنة الحليب مرقد صراخ لا واقع؟ باين على وجهها شحال باين على وجهها لا سي دور يا كل شيء عبد المجيد هنا عطاوك عبد المجيد مازال على وسيع ثابته هي اللي سامع هذا 92 اللي فات هاو قدرت تحطو تاع الزنا هاد السر واحد قطعتي لهم ولا مازال عبد المجيد؟ لا مازال قطعتيش
خليها بحال هكا حتى اللي زادك شويه غيديها. سير دور مع الدهنة. سنبين وليكم إخوان واحد واحد. تحياتي لكم كبيرة من السوق لأربعات ولاد سعيد. الله يدير خير والله يسهل على كل واحد. تبارك الله. وخلينا الرقم مع عبد المجيد صافي خليه هنا. هذه واتساب ومكالمة وكل شيء. تبارك الله.